بسم الله نبدأ فعاليات الجلسة الثانية لمجلس الفقه بمسجد مولانا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، والذي يضم كوكبة من علماء الفقه بجامعة الأزهر الشريف والعالم الإسلامي. والآن مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وصار على منوال شريعته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنها لساعة طيبة مباركة تلك التي نجتمع فيها الآن لنتدارس علم الدين وعلوم الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى وأنزل مصادرها ووحيها على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه الأحكام تطبيقاً لما أنزله الله عز وجل وهداية لنا في الحياة، حتى يعرف كل إنسان حقه ويحترم حقوق الآخرين، فلا يجور ولا يعتدي ولا ينحرف في سلوكه. هذا الكلام الطيب وهذا العلم النافع يدرس في ساحة من أشرف الساحات ومسجد من أعرق المساجد في مصر وفي العالم الإسلامي، وهو مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الفقيه ابن الفقيه رضي الله عنه وأرضاه، سيد الشهداء سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هي ساحة مباركة وعلم مبارك وكوكبة مباركة طيبة من كبار علماء الفقه الإسلامي، ليس في مصر وحدها بل في العالم الإسلامي كله. يجيء على رأس هذه القافلة الطيبة المباركة التي درست العلم ودرسته فضيلة العالم الجليل والفقيه الكبير المحقق المدقق الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، ورئيس لجنة ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في علم أصول الفقه وقواعد الفقه. فمرحبا به في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة وفي هذه الساحة المباركة. كما يجيء أيضا على رأس أو مع هذه القافلة الطيبة العالم الجليل والفقيه الكبير الأستاذ الدكتور سيف الدين رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. فأهلا به ومرحبا في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الجمع المبارك. يجيء أيضا ضمن العلماء الذين نشرف باللقاء معهم هذا اليوم الفقيه الجليل والعالم الكبير الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وهو معروف بتدقيقاته الفقهية وأحاديثه في الفتاوى التي تبث عبر وسائل الإعلام كإذاعة القرآن الكريم وغيرها، وما أظن أن ما يقوله غريب عن آذانكم، وما أظن أن شخصه بعيد عن أبصاركم. فأهلا به وسهلا في هذا اللقاء. يجيء أيضا مع هذه القافلة الطيبة المباركة ومع هذه الكوكبة من فقهاء الشريعة الإسلامية فقيه مجدد كبير، هو الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وهو معروف بنظراته التجديدية في الفقه وفي التناول الدعوي،
الذي يفيد العقول وينتقل بالأفهام من مرحلة إلى مرحلة حتى يستطيع الناس أن يجددوا وأن يعيشوا مع كلام الله تبارك وتعالى ومع أحكامه وفقاً لتغير الزمان والمكان، حتى يظل الدين حاضراً في حياتنا وفي تصرفاتنا وفي أذهاننا. هذه الكوكبة الكبيرة تجيء وتجتمع في هذه الساحة الطيبة المباركة، وما كان لهذا اللقاء أن يعقد، ولا لهذا الجمع أن يكون، ولا لهذه النفحات العلمية المباركة واللمحات الدعوية المتجددة أن تحدث لولا أن هناك وزيراً للدعوة، وزيراً للأوقاف، حب الله به مصر ورزقه حسن الفهم وسرعة الحركة من أجل التجديد ومن أجل أن يكون دين الله عز وجل مقبولاً ويعيش في حياة الناس دون أن ينعزل عنهم، انقياداً لمن يريد أن يتشدد في فهم هذا الدين أو لمن يريد أن يهرب به ويجنده لمآرب أخرى غير ما أنزل الله عز وجل. هذا الوزير الهمام خط سنة طيبة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما كانت معهودة في هذا الحقل من قبل، حيث إن من أهدافه أن يقدم الدين بثوب قشيب يواكب العصر ومستجداته، ويقول للناس في كل زمان ومكان: هذا هو دين الله السمح الذي يجمع البشرية كلها في درجة سواء من التعايش السلمي ومن الاحترام المتبادل ومن احترام كل إنسان لحقوق غيره. هذه اللمحات الدعوية الطيبة المباركة هي قبس من منهج هذا الوزير العظيم، وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفقه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره وسدد خطاه في كل ما يقدمه من أجل خدمة دين الله عز وجل ومن أجل خدمة الدعوة الإسلامية ومن أجل أن تكون مصر هي رائدة الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي كله. ونحن بحمد الله على هذا الطريق، وقد قطعنا فيه شوطا كبيرا بفضل هذا التجديد وبفضل هذا التناول العصري المبارك الذي يرتكز على الثوابت الشرعية التي لا تتغير ولا تتبدل، ويواكب في نفس الوقت أحوال الناس وتصرفاتهم وما يتجدد في هذه الحياة من مجريات ومن أحداث أنتم ترونها وتعيشونها. فإنني أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا الوزير لمزيد من الخدمات التي تقدم للدعوة الإسلامية وتقدم لمصر وتقدم للإنسانية كلها، وأدعو الله عز وجل أن تظل مصر هي رائدة العلم، مصر بلد الأزهر الشريف التي احتضنت علم الشريعة وقدمته للإنسانية كلها، أن تظل بهذه المؤسسات الإسلامية العلمية العريقة هي الرائدة وهي النور الذي يشع بالعلم الصحيح في كل أنحاء الدنيا، وما ذلك على الله بعزيز. وفق الله مصر، ووفق رجال مصر، ووفق قيادات مصر، ووفق رئيس مصر إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى النهوض بهذا البلد الكريم المعطاء. ونبدأ بعد ذلك في مفردات هذا الملتقى وهذه الندوة، وهي عن الكليات الست. والكليات الست لمن لا يعلم من إخواننا الحاضرين تمثل المبادئ الكلية التي تجتمع عندها الأحكام الشرعية. فالشرائع السماوية ومنها شريعة الإسلام نزلت لتحفظ على البشر أمور ضرورية لا يمكن أن تستغني عنها أمة من الأمم ولا شخص من الأشخاص. فكل إنسان أوجده الله تبارك وتعالى وخلقه منذ أن خلق آدم وإلى أن تقوم الساعة في حاجة إلى احترام هذه الكليات، سواء كان فرداً أو سواء كان مجموعاً من الناس في بلد أو في وطن من الأوطان. هذه الكليات تتمثل في حفظ الناس، حفظ الدين، ذلك أن الدين يمثل ضرورة في حياة أي إنسان، وبدون هذا الدين لا تستقيم الحياة وتضطرب أمور الناس. ولذلك كانت المحافظة على الدين من مقاصد الله عز وجل،
ومن مقاصد التشريع الذي أنزله على رسله وأنبيائه ليهتدي الناس به. كذلك من هذه الأمور حفظ النفس، فأي مجتمع من المجتمعات وأي فرد من الأفراد لا يمكن أن يعيش عزيزا مكرما آمنا إلا إذا كانت نفسه محفوظة، محفوظة بحفظ الله عز وجل، لا يقربها أحد بسوء ولا ينال منها. كذلك أيضا حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ الوطن من أهم المقاصد المستجدة التي يجب أن نعيها، والتي لا يمكن أن يعيش الناس في أمن وكرامة وسعادة إلا إذا كان وطنهم محفوظا وعزة بلدهم مرفوعة في عنان السماء. هذه الكليات الستة الضرورية التي لا يمكن أن يستغني عنها أي فرد من الأفراد ولا أي مجتمع من المجتمعات ولا أي وطن من الأوطان هي موضوع حديثنا اليوم، وكل جزء من هذه أو كل موضوع من هذه الكليات سيكون موضوع حديث لهذه الكوكبة من العلماء الحاضرين على هذه المنصة الكريمة. وأبدأ بالعالم الفقيه الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون ورئيس لجنة ترقية الأساتذة بجامعة الأزهر، ليتفضل مشكورا فيحدثنا عن حفظ النفس أو عن مقصد حفظ النفس أو عن أحد هذه الكليات وهو حفظ النفس، فليتفضل فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث القدسي: عبدي اذكرني بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. ولا شك أن مجلس العلم في مقدمة مجالس الذكر، ولن أستطيع أن أقول خارج حفظ النفس من ثناء وشكر على معالي الوزير وعلى الدكتور عبد الله وعليكم، لا أستطيع أن أتكلم كثيرا لأن هذا الوقت سيخصم من الوقت المحدد لي، وعلى رأس الجلسة أستاذ يعني يحاسب حساب الملكين. وعلى العموم هو استثناني وأعطاني 15 دقيقة، أسأل الله عز وجل أن يلهمني الصواب في هذه المدة الوجيزة. أيها الإخوة الأحباب، النفس البشرية تطلق على مجموع الروح والبدن، وقد ذكرت في القرآن الكريم مفردة ومجموعة حوالي 271 مرة. فكل من الروح والبدن يصنع العالم الإنساني في وجوده، ولا يمكن فصلهما علما أو عملا، حتى إن الأطباء كثيرا ما يربطون بين الأمراض الجسدية والحالات النفسية للمريض. والحق أن الدين لكي يتحقق في الوجود لا بد له من نفس تقوم به وتعمل وتتحاكم إليه وترجع. لذا كانت النفس البشرية هي التي وكل إليها هذا الأمر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مولانا جل شأنه أكرم الإنسان إكراما عظيما، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلقه وصوره وأحسن صوره وسخر له الكون كله، سخر له ما في البر والبحر. فالواجب على الإنسان أن يشكر الله على هذه النعم، وليعلم كما قال ابن عطاء الله: أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك.
جاء الإسلام بالمحافظة أشد المحافظة على النفوس، ولم يبح الإساءة إليها أو إهدار دمائها، لم يبح الاستخفاف بها أو الاستهزاء، وأمر بتكريمها كما نص القرآن الكريم على أنه أكرمها. حفظ النفس له جانبان، جانب وجودي وجانب عدمي. الجانب الوجودي شرع الله الزواج من أجل المحافظة على النفس، أمر بالمحافظة على الجنين في بطن أمه، وحرم إنزاله إلا لضرورة قصوى، أمر الأم أن ترضعه، أمر الوالد أن ينفق، أمر الوالدين أن تكون نشأة الأولاد على أيديهم نشأة صالحة يستطيعون عن طريقها خدمة دينهم ووطنهم. بل أقول أكثر من هذا، من أجل المحافظة على النفس أباح الله عز وجل في بعض الأحايين تناول المحرمات عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا الشيء المحرم الذي يحتوي على ميكروبات وأضرار بليغة عند الضرورة يبيحه القرآن، وحينما يبيحه يسلب منه خاصية الإضرار كما سلب خاصية الإحراق من النار حين ألقي فيها إبراهيم عليه السلام. جانب الوجود جانب محافظة على النفس من جانب العدم. يلاحظ الشرع الحكيم نهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في الحديث الذي انفرد به الترمذي عن بقية الصحاح الست: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. وفي الأثر: الإنسان بنيان الله في الأرض، ملعون من هدم بنيانه. لا يجوز شرعا أن تسيء إلى أي إنسان. إذا كان فقهاء الأمة القدامى، أنا أذكر الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وهو ماشي في الطريق مع تلميذ له، قابلهما كلب من الكلاب، فأراد التلميذ أن ينحي الكلب جانبا، فإذا بالشيخ يزجر التلميذ ويقول له: أما علمت بأن الطريق لي وله؟ أما علمت بأن الطريق لي وله؟ محافظة على النفس البشرية لا يجوز أن تروع إنسانا، ولا أن تخيف، ولا أن تزرع في قلبه الخوف. تدبر معي قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كتب القصاص من أجل المحافظة على النفس، لأن من علم بأنه إن قتل سيقتل كف عن القتل. وتأملوا هذه الآية: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني أنثى قتلت أنثى. طب لو أنثى قتلت ولدا أو رجلا، أو رجلا قتل أنثى، أو حرا قتل، الحكم لا، الحكم ظهر في آية المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فآية البقرة بيّنت النوع حين يعتدي بعض الأفراد منه على البعض الآخر. أما آية المائدة فنصت
وجاءت باللفظ بلفظ عام كما يقول العلماء نكرة، دخلت عليها الاستغراقية فأفادت العموم، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسي. قرأت في الفقه الإسلامي وأعجبت جدا وحزنت في الوقت نفسه. أعجبت جدا بذكاء الإمام أبي حنيفة ومن تبعه، وحزنت لتقصير المسلمين في نشر مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. الحنفية يقولون أخذا من العموم الموجود في كلمة النفس أن المسلم إن قتل مسيحيا أو يهوديا يقتل به. أنا جاري مسيحي ويهود أو يهودي في أمان ونعيش في أمان وسلام، إن قتلته قال يقتل به. لما؟ لأنها نفس بنفس. طب ما رأيك يا إمام في حديث لا يقتل مسلم بكافر وفي البخاري؟ قال إنه المراد بالكافر هنا الكافر الحربي اللي بينه وبينه حرب، لكن واحد عايش في أمان. انظروا، يبقى ليست المحافظة على النفس المؤمنة فقط وإنما على النفس عموما، على لأن الأصل في الإسلام هو هذا، أصل محافظة على النفوس وليس إهدار دماء الناس. أليس من باب المحافظة على النفوس؟ والله أيضا هو موجود في الفقه الحنفي، لكن المفتين غائبون عن هذا القول العظيم. في اليوم الثاني في منى، انظروا إلى حفظ النفس، الكل يهرول من أجل الخروج من منى قبل غياب قرص الشمس، خوفا من أن تغرب عليهم الشمس في منى، فيبيت الحاج لرمي الجمرات في اليوم الثالث. لا، لما هذا الإسراع الذي يترتب عليه إهدار نفوس والإساءة إليها؟ المذهب الحنفي يقول لا تلزم برمي اليوم الثالث إلا إذا طلع عليك فجره وأنت في منى. لما لا ينشر هذا على الناس؟ لما لا ينشر إلا القول الذي نحفظه في كتب دون أن لا الفقيه الذي يرغب في تطبيق شرع الله لكي يظهر للناس سماحة هذا الدين لابد أن يقرأ الآراء كلها وأن يأخذ منها ما يلائم العصر الذي يعيش فيه. هو أنا خدت ربع ساعة؟ العجيب أن الدكتور عبد الله خد أخطر من ربع ساعة لوحده. أنا ما أعرفش ربع ساعة يا دكتور خدتها دلوقتي. طب ناخد كمان حتة صغيرة؟ دقيقتين. دائما أهل الفضل كده، يعني واحد أنت في مقدورك تتصدق بصدقة كتيرة، ما تصدقش بحاجة صغيرة. أضرب مثال بسيط لتعلموا أن الشريعة الإسلامية سوت، تسوية، سوت بين الرجل والمرأة وحفظ على المرأة. أنتم يا معشر العلماء، وأنا أحبكم والله، أحب أهل العلم جميعا، تفتون الناس بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولا أدري هل هي أقل منه ذراعا أو قدما. تقول لي هذا رأي المذاهب الثمانية، أقول لك لا يوجد نص يستندون إليه. الحديث الذي يستندون إليه دية المرأة على النصف من دية الرجل لم يروه سوى البيهقي في القرن الخامس الهجري، لكن لا يوجد في الصحاح الست ولا في معجم الطبراني، المعجم الطبراني ولا كيف هذا؟ لذلك يعجبني رأي الشيخ رشيد رضا، الشيخ شلتوت، الشيخ أبو زهرة، الشيخ الغزالي، وهو رأي إسماعيل بن عليا والأصم قبل ذلك،
إنها إن قتلها رجل يقتل بها. طيب إن قتلت خطأ تبقى دي نصف الكفاية. لابد أن نفكر ونفكر ونفكر. والفقه الإسلامي فيه أشياء وضرر جميلة جدا، كبترول تحت الأرض يحتاج إلى من يبحث عنه وينقب. وأنا والله يعني أنا بقول للدكتور عبد الله، أنا ما بقى أسخن يقول لي الوقت الوقت. طب ماشي يا دكتور عبد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد. شكر الله للفقيه الكبير الأستاذ الدكتور محمد بن رميح فناوي هذه المعلومات الدسمة الأصيلة التي نحتت من منجم الفقه الإسلامي الأصيل. لكن أنا عايز أضيف حاجة لما قاله، وهو دايما الحديث ذو شجون كما يقولون، ودايما المسائل فيما يتعلق بحفظ النفس. حفظ النفس في شرع الله منوط بكون النفس نفسا، وبغض النظر عن دين هذه النفس، وبغض النظر عن نوع هذه النفس، وبغض النظر عن سن هذه النفس. حتى قال الفقهاء، يمكن فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحفناوي والعلماء الجالسين بجوارنا، الجنين إذا نزل من بطن أمه حيا وصرخ واعتدى عليه إنسان فقتله، عليه دية نفس كاملة. فلا فرق بين سن وسن، إذا نزل حيا، لو حتى حي اللحظة ثم مات، تجب فيه دية كاملة. العلة أو الحكمة تقريبا من حرمة النفس أن الناس عباد الله إجبارا، الإنسان ملك خالص لله عز وجل، لأن الإنسان لا يدخل تحت يد عبد، الإنسان ملك لله وملك الله لا يعتدى عليه. فأنت حين تعتدي على الإنسان تعتدي على ملك الله تبارك وتعالى. مش كده وبس، بل إن الناس كما قال الفقهاء، الناس عباد الله إجبارا. إجبارا بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان إذا أبى أن يؤمن بالله اختيارا، فإن ملكوت بدنه وأجزائه وأعضائه وخلاياه تسبح بحمد ربها إجبارا. فأنت إذا اعتديت على إنسان كأنك قد منعت حق الله عز وجل في هذا الكيان المسبح. فلا تقل مسلم وغير مسلم، لا تقل رجل أو امرأة، بل قل النفس مصونة في شرع الله عز وجل بإطلاق ودون تفرقة بين نفس ونفس. ننتقل بعد ذلك إلى العالم الجليل والفقيه الكبير الأستاذ الدكتور سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون، ليحدثنا عن ضرورة أو كلية من الكليات الست، وهي كلية حفظ المال. والمال مهم في الحياة. أنا كنت بقول لو أن أعيد ترتيب القواعد الفقهية لجاء المال على رأس هذه القواعد، لأن المال هو الذي يحفظ النفس ويحفظ الدين ويحفظ العرض ويحفظ يحفظ كل حاجة. المال أساسي عشان نهتم بالمال ونحافظ على المال وننمي أموالنا. اتفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنشكر لمعالي الوزير أيضا هذا يعني اللقاء الطيب وهذه الصحوة الطيبة في المساجد الكبرى وفي الوزارة عموما، بارك الله فيه. فيسعدني أن يعني أدلي بدلوي قدر الجهد أيضا في هذه الكلية وهي حفظ المال. لا شك أن التشريع الإسلامي تشريع كامل يتناول كل أمور الحياة، ولا حياة للإنسان ولا للدولة إلا بالمال، حيث إن كل واحد فينا يحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى كساء وإلى يعني نفقات يومية في شتى أنحاء الحياة. هذه الأمور يعني كيف يأتي الإنسان بالمال، كيف ينفق المال، كيف يسعى لاكتساب المال، ما هي أوجه الكسب، طرق يعني كسب المال، انتقال الملكية كيف يتم ذلك، القواعد العامة في التصرفات المالية بين البشر. هذه الأمور كلها عناها الشرع ووضع لها سياجا حتى ينعم الإنسان بعبادته وقد اكتسب ما له من حلال ووقف بين يدي الله تعالى
وقد يعني كد وعمر الأرض بالحلال. لا شك أن المال حب المال فطري، كلنا نحب المال، يقول تعالى وإنه لحب الخير لشديد، ويحبون المال حبا جما، يجون الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فهذا الحب الفطري فطره الله تعالى فينا أيضا حتى نسعى ونكدح في الأرض ونسعى لاكتساب الأموال، وهذا شيء طيب. غير أن المعجز أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعضنا أيضا بالفقر ويبتلي بعضنا بالغنى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهنا نجد أيضا أن هناك من الناس من هو قادر على إدارة الأموال، وهناك من الناس ما يكون غير قادر كالصبيان والمجانين والسفهاء وما إلى ذلك. وهنا نجد أن تشريع المال إعجاز تشريعي، حينما نقف مع قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، معناها أن إدارة المال لا تكون إلا للعقلاء، إلا للعقلاء. حينما نعيش مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يبقى معناها أن المال لابد أن يكون قد اكتسب من حلال. المعجز في السنة النبوية أنها لم تترك لنا تصرفا من تصرفات المالية إلا بينته لنا حينما نعيش مع عقد البيع، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. أستاذنا الدكتور يعني عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ قانون وفقيه، يعني حتى القواعد يقول لك محل البيع ينبغي أن يكون معلوما علما تاما نافيا للجهل. ده علماء القانون بقى والشريعة آخر مواصف. الشرط ده جابوه منين؟ من مما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى محل العقد يعني يكون مالا متقوما اي في نظر الشرع، ما ينفعش يكون نجاسات وخمر وخنزير او ما الى ذلك، يبقى يكون معلوم مباح شرعا، متقوم يعني مباح شرعا، وبعدين بيكون معلوم ما يكونش فيه جهاله، ما يكونش فيه غرض. يبقى ايه؟ يبقى لماذا؟ حتى ينتقل المال بطيب نفس، حتى يعلم العاقد يعني ايه المادة، يعني في توازن ولا ما فيش توازن، في استغلال ولا ما فيش، يعني في غب. يبقى سيدنا الرسول نهى عن ايه؟ سيدنا حبان بن منك كان يغبن في البيعات، الحاجة يبيعها مثلا هي 10 يبيعها ب8 او 7 ومبسوط قوي، الحاجة مثلا تساوي 20 هو شاريها ب50 ومبسوط قوي، في غب. يبقى الاعجاز التشريعي في الاموال يا جماعة في العقد البيع الايجار وبعدين السلم وبعدين الوصية الهبة كلها والشركات، هذه كلها بندرسها لأبنائنا في كليات الشريعة عقدا عقدا، وكل عقد بشروط وأركان وآثار. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الغرض هو أن يكتسب المرء ما له من حلال حتى يسعد بذلك في الدنيا وفي الآخرة. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أطب مطعمك حديث سيدنا سعد تكن مستجاب الدعوة. حينما اكتسب مال من حرام واغش الناس اطفف الميزان وبعد ذلك اصلي واحافظ على الصلاه في كل الصلوات، يعني بالله عليك هل هذا يصح؟ يبقى هنضحك على ربنا ونضحك على نفسي؟ لابد ان يكون المال من حلال حتى يرفع هذا العمل. يعني اللقمه يضعها الرجل في لقمه من حرام لا تقبل له صلاه 40 يوم. فاذا الاعجاز التشريعي في الامان، الحفاظ على المال، تنمية المال، حتى الإسلام هنا على العمل، لأن المال لن يأتي إلا بالكد وبالجهد الشيخ حتى نعمر هذه الأرض. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد طبقوا ذلك بالفعل، يظل يكدح طول اليوم وفي آخر النهار يأتي إلى المسجد النبوي حتى يحظى بالصلاة، صلاة المغرب والعشاء، وكانوا بعضهم كان يعني تأخذه قفقات غصب عنه مرهق، إنما التكاسل ودعوة التكاسل، وطبعا الدعوة إلى العمل والحث على العمل وفي شتى نواحي الحياة كل من حسب قدرته معلوم. والله تعالى بعد ذلك يبقى بعد أن نأخذ بالأسباب الدعوة إلى العمل في شتى مناحي الحياة حسب قدرتي وحسب ظروف الدولة وحسب إمكاناتي، بعد ذلك الله تعالى هو الذي يعني يقدر لي الخير إن شاء الله. فهذا يدل على أن
تنمية المال وإحياء الموات في الشريعة. وبعدين طبعا يعني اللي إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، معناها إيه؟ معناها دعوة إلى العمل، دعوة إلى التعمير، دعوة إلى الأخذ بزينة الحياة الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، أنا راجل ربنا وسع علي بس بستخدم المال في الحلال، ما فيش حرمة فيش حرام، إنما المهم أؤدي حق المال. وأدي حق المال لماذا؟ يبقى كنز المال حرام، الربا حرام، يبقى استغلال الناس حرام. إنما تداول المال لو نظرنا إلى الحكمة في التحريمات، التحريم الوارد في أمور كثيرة حتى يسعد الجميع. انظر إلى الإعجاز في قوله صلى الله عليه وسلم: له الناس يرزق الله الناس بعضهم من بعض. التقويم للمال عموما بتجد تقويم المقاومين. الآن الدولة بتأتي بلجان تسعر لأن الجهل كتير بتقييم السلع، يبقى التسعير هذا يقرب، يمنع استغلال الناس، يمنع يعني أن تستغل طائفة أحوال الناس، تمنع الاحتكار لأن الاحتكار لا يحتكر ولا خاطئ. هذا يدل على الإعجاز التشريعي في تنظيم المال حتى يحفظ التوازن. لو شوف في الأبواب الربا، الذهب بالذهب مثل بمثل، والورق بالورق مثل بمثل، والتمر بالتمر مثل بمثل إلى آخره. هذا يدل على ماذا؟ لأن حتى نرجع إلى السوق، حتى يكون السوق هو المعيار لتقويم السلع، حتى ينتقل المال لا يوجد فيه غبن ولا استغلال وما إلى ذلك، حتى ينعم الناس بالأكل الطيب ينتقل. إنما البيع عنطران، وينطبق ذلك على كل صنوف التعاقد. فحفظ المال مقصد هام من مقاصد الشريعة الإسلامية. ونعلم أن المال فعلا حق ولي الأمر، يعني أن يأخذ أيضا من أموال الأغنياء ما يفي بحاجة الدولة إذا اضطر إلى ذلك. يعني قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أيضا، وقوله تعالى: وأتى المال على حبه، يعني قواعد عامة أتى أخذ منها الفقهاء فعلا من حق الدولة، يعني في حالات معينة إذا ضاقت خزينة الدولة أن تستعين بأموال بعض الأغنياء القادرين على أن يساعدوا في الأزمات والملمات. هذا يدل على أن فقهاءنا القدامى أبواب المعاملات يعني واسعة جدا جدا، والقواعد العامة في حفظ المال، استثمار المال وتنمية المال والحفاظ، يعني حرمة التبذير والإسراف والحجر على السفيه، هذا كله الايه، والقيم الذي يعني على المجنون أو الضعيف الإرادة أو ما إلى ذلك. هذا كله يدل على أن المال له شأن هام، لأن قوام الدنيا، قوام الدنيا والآخرة بالمال أيضا. بالمال نسعد، بالمال تقوى الدولة وتهاب الدولة، واقتصاد الدولة كلما كان قويا كانت الدولة قوية، تهابها دولة كانت ضعيفة يعني يسهل يعني اجتياحها والسيطرة عليها مهما كان ايه يعني افرادها في يعني في علم وما الى ذلك. فهذا يدل على كما تفضل استاذنا الدكتور عبد الله النجار فعلا، ان المال والحفاظ على المال وتنمية المال واستثمار المال هو الذي يقوي الحفاظ على الدين وعلى العقل وعلى باقي الكليات الست. اكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة العميد الأستاذ الدكتور سيف الدين رجب قزامل على هذا الكلام الطيب في مقصد المال أو ضرورة المال أو كلية المال. وأنا عايز أطمئن المستمعين والمنفقين في كل مكان، فيه ضابط فقهي يقول: نعمة المال متعدية، بمعنى أن مجرد تحصيل المال ليس هو في ذاته المقصود، وإنما تحصيل المال غاية للوصول إلى ما يحقق للإنسان تحصيل النعم التي يريد أن يحصلها من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من النفقات التي ينفق فيها المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا للمنفقين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، لأنك حين تبذل المال حتى ولو كان الأمر في غلاء، حتى ولو كان في موقف أنت مغلوب فيه، هذا المال الذي بذلته سيعود بالنفع على سلسلة ممن ساهموا في تحصيل المقصد أو المحل الذي اشتريته بالمال. فالذي حمل المال، الذي حمل الشيء الذي اشتريته سيستفيد، والذي صنعه والذي زرعه والذي خبزه
والذي عجنه. هناك سلسلة كبيرة من الناس ينتفعون بهذا الماء، فلا يجوز أن يكون ما يثار عن الغلاء الأسعار في بعض الأشياء أو رخص الأسعار. في الرخص أو في الغلاء أنت مثوب من الله عز وجل، ونفع المال سيعود عليك بمقدار ما تنفق وبمقدار كياستك في هذا التصرف واستثمارك لهذا المال. ندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالمال وأن يوفقنا لتحصيل المال، ليس لنا بل للأجيال القادمة. فإن المال ليس ملكا لنا، الإنسان لا يجوز أن يعمل لنفسه، لا يجوز للإنسان أن يعيش لنفسه، بل يجب أن يعمل لنفسه وللأجيال القادمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتعففون الناس. لا يجوز أن نترك الأجيال القادمة من غير أن نهيئ لها المرافق التي تتسع لنشاطها ولحياتها الكريمة. فإن للأمم حياة كما أن للأفراد حياة، وبالتالي لا يجوز أن نعمل لوقتنا، بل يجب أن ننظر إلى المستقبل. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. طب اللي يقوم الساعة دي طب هيستفيد منها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحثنا لنعمل الأجيال القادمة. شكرا فضيلة العميد الأستاذ الدكتور سيف الدين قزامل. وننتقل الآن إلى العالم الجليل والفقيه الكبير الأستاذ الدكتور عطية لاشين ليحدثنا عن حفظ الدين، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن نختار من قبل الله للحديث عن أسمى وأرفع وأعلى وأغلى كلية من الكليات الست، لأنها الأساس، وبدونها لا شيء، بدون الدين لا نفس، بدون الدين لا عرض، بدون الدين لا مال، بدون الدين لا تكون الحياة بالمرة أبداً. الدين أساس كل شيء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والقرآن يخاطب أحياءً لكن حياتهم لن تكون حقيقية سليمة إلا إذا كانت قائمة على دين الله، ممنهجة بشرع الله، منفذة ما أمر به الله وما أمر به سيدنا محمد رسول الله. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والشاهد أن الدين يساوي حياة، وأن عدم الدين يساوي موتا. والخلاصة: احمدوا الله واشكروه شكرا جزيلا على أن جعلكم من أبناء أمة سيدنا محمد رسول الله، على أن جعلكم مسلمين. ومعنى أن يجعلكم الله مسلمين أن يجعل حياتكم حياة حقيقية ماديا ومعنويا. تلكم كلمة أردت أن أقدم بها بين يدي حديثي عن حفظ الدين. وبعد ذلك أقول، ولا أريد أن أتخذ المنهج التقليدي، فأنتم أهل علم تعرفونه ومللتم من معرفته وسئمتم الحديث عنه وتبلغونه للناس، إنما نريد أن نتخذ طريقا آخر. فأقول إن من الحفاظ على الدين الحفاظ على القرآن الكريم،
وذلك بنشره وإحيائه في النفوس وتشجيع المكاتب والقائمين على أمر حفظه، وليس بمحاربة وإيصاد أبواب هذه الأشياء. وإن لم تحفظوا كتابه فستسألون عن ذلك أمام الله يوم القيامة، وكتاب الله قائم إن طوعا أو كرها عنكم، لأن الله تكفل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من حفظ الدين، إن من حفظ الدين الحفاظ على سنة سيدنا محمد رسول الله، وعدم السماح لأي متهافت، لأي شخص يريد أن يكون نجم شباك في الإعلام، أن يطعن في سنة سيدنا محمد، أو أن يدعي العلم فيقول: نحن نأخذ بالحديث المتواتر ونحتج به لأن دلالته أو دلالته على الحكم قطعية، وأما حديث الآحاد فلا نحتج به. وأنا أقول مكتفيا بالرد على هؤلاء: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. من حفظ الدين حفظ أحاديث سيدنا محمد، من أن يطعن فيها طاعن بعلم أو بغير علم، أو أن يصحح ضعيفا أو أن يضعف صحيحا، فلا بد أن يكون ثمة قوم يقفون لهؤلاء بالمرصاد، لأن الحق إذا علت رايته فلا بد أن يكون لأن الباطل إذا علت رايته فلا بد أن يكون للباطل رايات تنكس راية الباطل بإذن الله عز وجل. إن من حفظ الدين ألا نسب أصحاب سيدنا محمد، وألا نسب زوج سيدنا محمد، وألا نطعن وألا نعمل معاول هدمنا في الانتقاص من أقداري ومكانتي ورفعة شأن أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالثناء عليهم كتاب الله، وجاء بمدحهم سنة سيدنا، وجاءت بمدحهم سنة سيدنا محمد رسول الله. اقرأوا سورة التوبة إن كنتم للقرآن قارئين وأنتم كذلك، واقرأوا سورة الحشر إن كنتم لسورة الحشر متذكرين وأنتم كذلك، اقرأوا سورة التحريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى، الذين أثنى عليهم كتاب الله وأعلى من شأنهم كتاب الله ورفع أقدارهم كتاب الله، يأتي لأبناء الزمان البوالين على أعقابهم، والله وأنا أقول والله في مسجد مولانا سيدنا الإمام الحسين، إن سألت أحدهم عن أين كوعه وأين بوعه لحار الجواب وعجز عن الرد، ورغم ذلك له لسان أطول منه ليعمله في دين الله عز وجل، وليطعن في آيات الله وفي سنة سيدنا محمد رسول الله. والذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فالدين الدين، لن تكونوا بنى أدمين مع الاحترام في الكلمة إلا بالدين، لن تسودوا العالم إلا بالدين، لن تكون لكم ريادة وقيادة وسيادة وقوامة إلا بالحفاظ على الدين الذي ضحى من أجله إمام المرسلين وسيد النبيين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أختم الكلمة، وإن قلبي لشعر بأن سعادة الرئيس يكاد أن يأمرني بإنهاء الكلمة، وهو الذي وأيد حدسي، لأن حدسي لا يخيب أبدا، فهو دقيقتين سيكرمنا بدقيقتين على رأي سيدنا الشيخ العفناوي، يبقى 4 دقائق لأقول لأرد
من خلال حديثي عن المحافظة على كلية الدين، أولى الكليات وأسمى الكليات وأرفع الكليات التي بدونها لا كليات. أقول من أجل الحفاظ على الدين شرع الإسلام حد الردة، وجاء تشريع حد الردة من حديث مروي عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: من بدل دينه فاقتلوه. يأتون أصحاب الأجندات، سواء أجندات داخلية إنصايد أو أورئن أو تسايد أو خارجية، يأتون من يحملون هذه الأجندات بنوعيها ويقولون: لا، ليس في الإسلام حد يسمى حد الردة. لماذا؟ لأن الحديث الذي جاء فيه حديث آحاد، ولا يحتج بحديث الآحاد. فأقول لكم: إن كان هذا حديث آحاد وهو كذلك ونقر معكم بذلك، ألم يبعث سيدنا محمد رسول الله آحاد الصحابة إلى اليمن معلمين ومبشرين؟ سيدنا معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، ها، بعثهم ليعلموا الناس القرآن والدين، وكان واحدا. أهل اليمن قالوا: لا نقبل قولكم لأنك واحد. أم أن قولهم كان مقبولا عند هؤلاء؟ ألا يستدل على ذلك بحجية أحاديث الأحاد، وعموما في رسائل ماجستير ودكتوراه في الاحتجاج بأحاديث الأحاد؟ فاقرؤوها لتحكموا بعد قراءتها على أن كلام هؤلاء كلام باطل أريد به باطل. ثم ألم يحارب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حربا مشهورة غير منكورة في التاريخ الإسلامي، المرتدين، لأنهم منعوا الزكاة التي كانوا يعطونها سيدنا محمد رسول الله؟ وختاما، دقيقة واحدة، أقول: لا تناقض، لا، اسمعوا آخر معلومة في الكلمة، لا تناقض بين قول الله الوارد في سورة البقرة لا إكراه في الدين، وبين حديث نبينا سيدنا محمد الأمين: من بدل دينه فاقتلوه. لأن الآية تخاطب قوما، أعني لا إكراه في الدين، تخاطب قوما لما يدخل الإيمان في قلوبهم بعد فهم أحرار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن بعد أن يدخل المرء الدين ويتغلغل الدين في نفسه ويعمر الإيمان قلبه، انتفت عنه الحرية، سلب الحرية. وإن رفض الدين الذي هداه الله إليه ونكص على عقبيه، نعمل فيه حديث سيدنا محمد رسول الله: من بدل دينه فاقتلوه. هدانا الله جميعا وإياكم أحسن اهتداء، وما كنا جميعا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا فضيلة الدكتور. شكر الله لفضيلة الدكتور عطية نشين هذا الكلام الماتع، والذي دايما الكلام بيجيب بعضه. فأنا الحقيقة هو حفظ الدين مهم جدا. نجيب من الآخر بقى ونلخص: لماذا كان الدين كلية من الكليات الخمس، وليه ربنا أمر بحفظ هذا الدين؟ تعرفين لأمرين. كل ما أنا أقرأ الفقه قراءة هاوي، وأشوف الحكمة أو التأصيل الفقهي للمصلحة التي يريد الشارع أن تحمى وأن تكون موجودة في حياة الناس، هناك أمران. الأمر الأول أن الدين جاء من عند الله عز وجل، والله يعلم الغيب. يعني إحنا دلوقتي لما بنيجي نتصرف في البيع وفي الشراء وفي المعاملات، بنتصرف الآن ولا للمستقبل؟ صرف للمستقبل. طب المستقبل دي من الذي يعلمه؟
الذي يعلمه هو الله عز وجل، فكأن الله عز وجل حين يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، معناه إن بيحميك من المستقبل الذي لا تعلم ما فيه، والذي قد تقدر المصلحة فيه فيأتي حتفك حيث قدرت. وصدق الله حين قال فقتل كيف قدر. في كثير من الأمور الإنسان بيوزن أمر على إن فيه مصلحة، ثم يفاجأ أن المصلحة التي حسبها جاء الغيب الذي كان مجهولا عنه وبين له أن أنت كنت غلطان، وأنك لو اتبعت ما قال الله عز وجل، لأن الذي يعلم الغيب هو الذي قال لك هذا إلى ربنا. أول شيء، فكأن أنت بيعصمك الدين من الخطأ في جهالتك بالمستقبل، لما بيقول لك ده صح وده غلط، اعمل كذا وما تعملش كذا، كأنه يحميك من هذا التصرف. الأمر الثاني، إن ربنا سبحانه وتعالى لما نزل الدين لم يكن له مصلحة عند أحد، فعنصر الحياد والتجرد والموضوعية فيما شرعه الله عز وجل متوفر. ربنا لما قال ده حلال وده حرام ما كانش يقصد انه يعود عليه مصلحة من هذا الأمر او يدفع عن نفسه مضرة، حاشا لله عز وجل. الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. طيب، لما هو بيقول الحكم بيبقى غرض، ما هو المقصد الأساسي؟ مصلحة عباده. مصلحة عباده هي المصلحة من تشريع الحكم، لأن ربنا لن تعود عليه، لأنه غني عن العالمين، له بحاجة إلى طاعة طائع ولا إلى معصية عاصي، وإنما يريد أن يسعد عباده بما أنزله لهم. ولذلك كان الدين مهما في حياة الناس لهذا الأمر. الذي يعرض عن الدين أمره إلى الله عز وجل، رجل أبعد عن نفسه الخير الذي أراده الله في الدين، الذي أبى عن كلمة الله عز وجل وأبى أنه يحتكم للدين، له شأنه وأمره إلى الله تبارك وتعالى يحاسبه. يجمع الله الناس يوم القيامة ويحاسبهم على ما قدموا، ولا يجوز أن ينصب الناس بعضهم حكما للتفتيش على ما في قلوب بعض. يجب أن نترك أمر العقيدة، لأن العقيدة من أفعال القلوب، أمر العقيدة من أفعال القلوب. والله تبارك وتعالى لم يكلف أحدا أن يفتش في قلوب عباده عمن آمن به أو عمن كفر به، وإنما هذا الأمر يترك لله عز وجل. الإنسان قد يظهر عليه من علامات البعد عن الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقدر له الجنة، وقد يكون الإنسان في سوء ثم ينتهي أمره إلى خير. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير مقدار زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس بالعكس. لا يجوز لأحد أن يغتر بصلته بالله عز وجل، لأن الستر من عند الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن يغتر طائع بطاعته، ولا يجوز أن ييأس من رحمة الله عاص بمعصيته. فالله تبارك وتعالى يمكن أن ينعم على الإنسان في آخر لحظة، ويمكن أن يفتن الإنسان بما قدم في آخر لحظة، والأمر كله لله تبارك وتعالى. نرجو الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن، وأن يربط بين قلوبنا جميعا بالحب والمودة، مسلمين وغير مسلمين، ليتواصل المسلمون مع غيرهم في العالم كله. وننتقل بعد ذلك إلى الفقيه الكبير المجدد الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وموضوعه في غاية الأهمية. الموضوع اللي هيتكلم عنه الدكتور هاني موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، لأنه بيتعلق بحفظ الوطن، وحفظ الوطن هو المقصد من كل هذه الأمور التي نتكلم عنها. هذه الأمور اللي هي حفظ العرض، حفظ الماء، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين. الدين لا يمكن أن يؤدى ولا يمكن أن يحفظ إلا إذا كان هناك وطن آمن يحمي شعائر الدين، ويحفظ كتاب الله عز وجل، ويحمي العابدين الذين يذهبون إلى بيوت عباداتهم طاعة لله عز وجل وامتثالا له. لولا الوطن ولولا الأمن الموجود في الوطن ما استطاع أحد أن يؤدي عبادته أو أن يؤدي حق الله عز وجل. الأمن بيحمي الحقوق، ومن ضمن هذه الحقوق حق الله في أن يعبد. وإذا لم يوجد أمن، وإذا لم يوجد وطن، وإذا لم توجد حكومة، وإذا لم يوجد حاكم، لا يمكن أن تقام أمور الدين ولا مقاصد الشرع على النحو الصحيح. ولذلك كان حفظ الوطن من أهم هذه المقاصد. فليتفضل العالم الفقيه الأستاذ الدكتور هاني تمام ليوضح لنا هذا الأمر ويزيده وضوحا وبيانا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وارض اللهم عن مولانا وسيدنا الإمام الحسين وعن آل بيت النبي الكرام الطاهرين، وصلنا بهم وصل خير ونفع وبركة، وانفعنا بهم في الدارين آمين. وبعد، فأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذنا الكبير الدكتور عبدالله النجار، شكر الله له ولكل أساتذتنا وشيوخنا على المنصة المباركة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الجلسة خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حفظ الأوطان من مقاصد الأديان، الحفاظ على الوطن وحب الوطن والانتماء إلى الوطن من مقاصد الدين، ومن لا خير له في وطنه لا خير له في دينه. أي إنسان ملوش خير في بلده، ملوش خير في وطنه، يبقى ملوش خير في الدين بتاعه، لأن هو كده فهم الدين غلط. لأن من أهم مقاصد الدين حفظ الوطن، لأن الوطن هو التربة التي نزرع فيها الدين والنفس والمال والعرض والعقل. لن يستطيع الإنسان أن يهنأ بدينه ولا بماله ولا بعرضه ولا أن يحافظ على نفسه ولا على أولاده إلا إذا كان له وطن آمن. لذلك كان حفظ الدين من أهم مقاصد، كان حفظ الوطن من أهم مقاصد الدين. بل إن القرآن الكريم لقيمة الوطن في قلوب الناس ساوى بين القتل وبين الإخراج من البلد أو الإخراج من الوطن، فيقول مولانا سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. بل إن القرآن الكريم اعتبر أن النفي من الوطن عقوبة، عاقب القرآن بها بعض المفسدين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يعني ينفوا من بلادهم من أوطانهم. فالقرآن الكريم اعتبر النفي من البلد والنفي من الوطن عقوبة، وعقوبة شديدة. لذلك لا يعرف قيمة الأوطان إلا الأوفياء إلا الشرفاء. شوف سيدنا عبد الله بن عباس يقول: لو قنع الناس بأرزاقهم مثل قناعتهم بأوطانهم ما اشتكى أحد من الرزق. لو قنع الناس، لو الناس اقتنعت بأرزاقها زي ما بتقتنع بأوطانها وببلادها ما اشتكى أحد من الرزق. وهذا يدل على قيمة الوطن العالية في قلوب الناس الأوفياء الأصفياء الشرفاء. أول واحد زرع فينا حب الوطن والحفاظ عليه والانتماء ليه هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحب مكة حبا شديدا، ولما أخرج منها كرها وجبرا صلى الله عليه وسلم نظر إليها قائلا: والله يا مكة إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وفي رواية: ما سكنت غيرك. فمن أهم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن جعل له وطنا يحميه ويأوي إليه ويعيش فيه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويزداد كرم الله سبحانه وتعالى وفضله وإنعامه علينا بأن جعل وطننا من أحب وأفضل الأوطان إليه سبحانه، مصر الحبيبة التي قال عنها الإمام الكندي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله: لا يعلم بلد، شوف الإمام الكندي ليه وركز كويس، لا يعلم بلد من أقطار الأرض قد أثنى الله عليه بالثناء الحسن ولا وصفه بالأوصاف الحميدة ولا شهد لأهله وله بالكرم غير مصر. بل إن مصر هي البلد الوحيدة التي تجلى الله سبحانه وتعالى على أرضها. سيدنا موسى لما طلب رؤية الله سبحانه وتعالى قال: رب أرني أنظر إليك. قال له إيه؟ لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور في أرض سيناء الحبيبة،
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فمصر استقبلت أنوار الله سبحانه وتعالى، استقبلت جلال الله سبحانه وتعالى، استقبلت عظمة الله سبحانه وتعالى، فحفظت بذلك منذ الأزل وحتى الآن وإلى يوم القيامة إن شاء الله. قال كعب الأحبار: مصر، أو مكتوب في التوراة، مصر هي خزائن الأرض كلها. اللي بيقول كده كعب الأحبار وكان من علماء اليهود، قال مكتوب في التوراة: مصر خزائن الأرض كلها، فمن أرادها بسوء قسمه الله عز وجل، ولولا رغبتي في بيت المقدس ما سكنت غير مصر. قيل له: ولم يا كعب؟ قال: لأنها بلد معافاة من الفتن، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه، وهو بلد مبارك لأهله فيه. هكذا قال العلماء، وهكذا قال السلف الصالح في مصر الحبيبة. هذا الأمر يستدعي منا عباد الله أن نحافظ على هذا البلد الكريم، وألا نسمح لأي أحد أن يزرع الفتن بين أهل مصر بعضهم وبعض. لأن حبك لبلدك وانتماءك لبلدك ودفاعك عن بلدك هذا إنما يدل على إيمانك القوي بالله سبحانه وتعالى. شوف مشايخنا من الفقهاء الأكابر يقولوا لنا: لو دخل العدو البلد صار الجهاد فرض عين على كل من كان فيه، على الصغير والكبير والرجل والمرأة، وكل واحد يقدر يمسك سلاح ويدافع عن البلد لازم يدافع عنها. ليه؟ لأن البلد إذا استبيحت، استبيحت كل الحرمات، لا هيبقى في دين، ولا هيبقى في عرض، ولا هيبقى في مال، ولا هيبقى في أولاد، ولا هيبقى في أي شيء. لذلك قالوا صار الجهاد فرض عين في هذه الحالة وفي هذا الوقت. بعض الناس للأسف الشديد أصحاب الأفكار الهدامة دلوقتي والمتطرفة بيحاولوا يحدثوا فجوة بين الدين وبين الدولة، وبدأوا يزرعوا في عقول بعض الشباب أنك لن تكون مؤمنا كما ينبغي إلا إذا عاديت دولتك، وصاروا يؤصلون فكرة خبيثة في نفوس الشباب أنك إذا دافعت عن بلدك أو إذا أحببت بلدك أو إذا انتميت إلى بلدك كنت منافقا. إزاي ده؟ سيدنا النبي علمنا خلاف كده خالص. ده سيدنا النبي هو اللي علمنا حب الوطن والانتماء إليه والدفاع عنه. شوف سيدنا النبي لما انتقل إلى المدينة المنورة ما عاد مكة يوما قط وما تكلم عنها بسوء، مع شدة ما لاقاه من الأذى من أهل مكة، ومع ذلك سيدنا النبي عمره ما تكلم عن مكة بسوء. ولما ذهب إلى مكة فاتحا دخلها متواضعا صلى الله عليه وسلم، دي بلده وطنه التي نشأ وترعرع فيها. فقال أحد الصحابة: اليوم يوم الملحمة، النهاردة بقى هو يوم الانتقام من مكة وأهلها. فغضب النبي وقال: بل اليوم يوم المرحمة. لما انتقل سيدنا النبي إلى المدينة المنورة اتخذها وطنا وأحبها حبا شديدا، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وسيدنا أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ورأى جدرات المدينة، يعني معالم المدينة، أوضح ناقته، يعني ضرب ناقته أو الحيوان الذي يركبه ليسرع شوقا وحنينا إلى المدينة المنورة. الحديث ده في البخاري. فيجي الإمام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري رضي الله تعالى عنه يقول: وفي هذا الحديث دليل على فضل المدينة المنورة وعلى مشروعية حب الوطن. خد بالك من كلمة مشروعية. مشروعية يعني من الشرع، يعني إن حب الوطن أمر مشروع قد شرعه الله وشرعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أي حد هيعمل خلاف كده يبقى هذا خارج عن تعاليم الدين وأحكام الدين. أي إنسان يكره بلده، أي إنسان يحارب بلده، أي إنسان لا ينتمي إلى بلده، فتعلم أن إيمانه ناقص، يحتاج أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فحفظ الأوطان من أهم مقاصد الأديان. حفظ الأوطان أمر مهم جدا، رغب فيه القرآن ورغب فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا يحارب وطنه ولا يكره وطنه إلا إنسان حاقد حسود. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الله سبحانه وتعالى علينا مصر وأن يقيها الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا فضيلة الدكتور هاني تمام على هذه المعلومات الفقهية القيمة والمؤصلة تأصيلا فقهيا وشرعيا صحيحا. وأنا الحقيقة يعني أشكره على أنه نبه إلى نقطة مهمة، أن التشكيك في فكرة الوطن اليوم للأسف بدأنا نسمع عنها من أناس يزعمون أنهم متدينون وأنهم ينشرون الدين. لما يجي واحد يقول لك ان فكرة الوطن دي ملهاش قيمة، وان الوطن حفنة من التراب، وان الدنيا كلها وطن للمسلم، هذا نوع من الهرج والعبث الفكري. بل ان الانسان لا يشم من هذا الكلام. لما واحد يقول لك ان وطنك ده ملوش قيمة وانه حفنة من التراب، يشم الانسان منه رائحة الخيانة. لان معنى انه يقول لك ان وطنك ده ملوش قيمة يعني سيبه لغيرك، ما انت هتسيب وطنك ده أو تضعفه أو تتركه هملا وغيرك هيسيبك، ولا هيجي يستولي عليه ويستعبدك ويستذلك ويجعلك من غير قيمة ومن غير رجولة ومن غير كرامة. فهي فكرة خبيثة. تنفير الناس من الأوطان ومن حب الوطن هذه دعوة خبيثة ما أنزل الله بها من سلطان، حتى ولو تسربلت بثياب الدين، حتى لو أظهرها أناس يتشدقون بأنهم ينصرون الدين وأنهم يريدون الدين وأنهم يؤيدون الدين إلى غير ذلك، هم لا يؤيدون الدين، وإنما هم يريدون أن يجعلوا بلادهم وبلاد المسلمين ساحة لغيرهم كي يعيثوا فيها فسادا ثم يستولوا عليها في النهاية ويتركون الناس بلا مأوى وبلا مصير. فشكر الله لفضيلة الدكتور هاني هذا الحديث المافع عن حفظ الوطن في التشريع الإسلامي. وأنا أشكر معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة لأنه هو الذي نبهنا إلى هذه المعاني في كليات الشريعة وفي فقهها وفي مقاصدها. فكرة الوطن دي كانت من الأفكار الفقهية الصحيحة التي أثارها العالم الكبير والداعية المجدد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هو الذي أثارها بفقهه وعرضها في مؤتمرات دولية رحبت بها وأقرتها وجعلتها من ضمن الكليات التي تضاف إلى ما قرره كبار الفقهاء السابقين حين قالوا إن كليات الشريعة أو مقاصد الشريعة خمس. فشكر الله له ولكل فقيه يقدم لدين الله إيضاحا جديدا وفكرة جديدة. والآن حضر الأستاذ الدكتور عطا السنباطي وهو سيكلمنا إن شاء الله كلاما طيبا عن كلية حفظ العقل، أو عن إحدى كليات التشريع الإسلامي أو كليات الأديان السماوية، لأن الحقيقة الكليات دي ليست في الدين الإسلامي فقط وإنما هي في كل الأديان، في كل أديان السماء. ما من نبي من الأنبياء إلا وأوحى الله إليه ما يقيم هذه الكليات الخمس، ولذلك يسميها الفقهاء والأصوليون كليات الأديان، وهي أيضا كليات الإسلام، وبالتالي تعتبر هذه من المقاصد الضرورية أو من المقاصد الأساسية. هيكلمنا طبعا أنا برحب بالأستاذ سيادة العميد أستاذ الدكتور عطا السنباطي، وشرفنا بالانضمام إلى هذا المجلس العلمي. وطبعا الدكتور عطا يعني اجتمعت فيه خصيصتان لا تجتمعان في غيره، فهو تلميذي وهو في نفس الوقت رئيسي لأنه عميد الكلية عميد الكلية التي أنتمي إليها، وهو تلميذي النبيل الذي تخرج على يدي في رسالة الدكتوراه، وكان موضوعه برضو من الموضوعات المتجددة، كان موضوعا فقهيا يعالج نقطة جديدة تتعلق بحفظ النسل أو البويضات التصرفات التي طرد على بنوك النطف والأجنة
كم موضوع من الموضوعات العلمية وقت أن كان يعمل فيه باحثا في الدكتوراه، كان موضوع من الموضوعات يعني التي يتعجب الناس إذا سمعوا عنها. فأنا سعيد بأنه يعني يكون معنا في هذا اللقاء، ويعني على ثقة بأنه إن شاء الله سيفيدنا إفادة طيبة في هذا الموضوع المهم اللي هو حفظ العقل. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البداية أعبر عن سعادتي البالغة لوجودي على هذه المنصة الكريمة وسط أعلام كبار وفقهاء أجلاء على رأسهم أستاذنا الدكتور عبد الله النجار، أستاذنا الدكتور سيف رجب قزامل، أخونا الكريم دكتور هاني تمام. فيعني أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا. بالنسبة للعقل، لعلكم استمعتم منذ قليل من أساتذتي الكرام ما يتعلق بالضروريات الخمس. يعني الشريعة الإسلامية وضعت حزمة من القوانين أو الأحكام الفقهية، أبواب الطهارة والعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجهاد والقضاء، كل هذه الأبواب كأنها نصوص قانونية المقصود منها حفظ خمسة أشياء متعلقة بالإنسان: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، جعلوه المرتبة الثالثة تقريبا، وإن كان هناك اختلاف بين العلماء في الترتيب لكن هذا ما درج عليه الكثير. فطبعا حفظ العقل مقصد رئيسي من مقاصد الشريعة الإسلامية وإحدى الكليات الكبرى. بالنسبة للعقل، هو أداة أو آلة استودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان ليعرف بها الحقائق، ليعرف، هي وسيلة إدراك وهي معقدة جدا. يعني وسائل الإدراك، هناك وسائل حسية، يعني ترى بعينك، تشم بأنفك، تسمع بالأذن، تتذوق باللسان، تلمس بالكف وما إلى ذلك. فهذه تسمى وسائل إدراك حسية تدرك بها المحسوسات، وهذه يستوي فيها الإنسان مع كل المخلوقات. يعني لا يوجد فرق بينه وبين المخلوقات الأخرى، هي تتذوق وترى وتسمع إلى آخره. فالمحسوسات كل المخلوقات مشتركة فيها، لا ينفرد بها الإنسان أو هي مخصصة به. أما حاسة العقل التي تدرك بها الأشياء فهذه ينفرد بها الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يدرك بها المحسوسات فقط، بل يدرك بها غير المحسوسات. يعني الأثر، حينما يرى أثرا بعقله يستنتج أن هناك مؤثر في هذا الأثر وهو غير موجود وغير مشاهد. إذا استدل على وجود هذا الشيء الغيب بهذا الشيء المحسوس الذي رآه بعينه. بأي آلة أدركت؟ آلة العقل وليس آلة العين أو الأنف، لأننا لم نرى هذا المؤثر. أو كما يقول المصريون، يعني ما فيش دخان من غير إيه؟ مجرد أن ترى النار العقل يستنبط أن خلف هذا الدخان نار، لابد أن هناك نار مشتعلة، ماس كهربائي، نار في الفرن، أي شيء، لكن لابد هذا الدخان لا يخرج وحده هكذا حتى ولو كان من بركان. يعني هو نتيجة نار أيا كان مصدر هذه النار، ما فيش دخان من غير نار. استدل على هذا بأي آلة؟ بآلة العقل.
إذن العقل آلة أودعها الله سبحانه وتعالى بها، أودعها الإنسان ليدرك بها الحقائق، والعقل آلة تميز الإنسان عن غيره من كل المخلوقات، من كل المخلوقات. هو مناط التكليف، يعني أنت تكلف يا إنسان بسبب وجود هذا العقل. هذا العقل غير موجود، ده شرط التكليف، فأنت لا تكلف ولا يطلب منك أي شيء. وكما نقول مرفوع عنه القلم، مجنون أو صبي أو ما إلى، أو نائم أو ما إلى ذلك. إذا لم يكن هناك عقل فأنت لست بمكلف. العقل مهم جدا في حياتنا إلى هذه الدرجة. فلذلك العقل يوازي الحياة، يوازي الحياة. من يعتدي على العقل كأنه اعتدى على الحياة، على حياة الإنسان. ولذلك الفقهاء تكلموا في هذا وقالوا بأنه إذا أتلف أو أذهب إنسان بعقل إنسان فعليه الدية كاملة، كما لو أزهق روحه عليه الدية كاملة. يبقى في ذهاب العقل إيه؟ الدية كاملة، كدية الجسم كاملا وكدية الإنسان كاملا. العقل هنا لابد أن يكون عقلا صريحا واضحا، العقل الذي أراده الله من الإنسان عقلا صريحا واضحا، وليس عقلا تبريريا. وليس عقلا تبريريا، يعني يفعل أولا ثم يبرر خطأه. هذه آفة الإنسانية، أن يقع في الخطأ، أن يقع في الذنب. العقل هنا أصبحت وظيفته التبرير فقط، وليس الاستدلال، وليس الفهم، وليس الوقوف على الحقيقة. مهما تلبس من أغطية مختلفة وعبارات منمقة وما إلى ذلك، باسم الحرية، باسم كذا، يفعل الخطأ. ثم دور العقل هنا فقط دور تبريري، فهو هنا انفصل عن النور الذي يضيء له الطريق فوقع في خطأ. لأن هناك علاقة بين العقل وبين الوحي، وبينهما تلازم، بينهما علاقة تلازم. فالوحي مثل النور يضيء لنا الطريق، فالعقل لا ترى، العين لا ترى إلا بالضوء. إذا انفصل الضوء العين وحدها لا تستطيع، العين وحدها لا تستطيع. لكن هذه العين مع هذا الضوء هو في طريق مستقيم، أو العقل في طريق مستقيم في مثل هذه الحالة. يبقى إذن العقل المطلوب منك هو العقل الصريح الواضح، وليس العقل المبرر للأخطاء وللجرائم ولكذا ولكذا إلى آخره. وهذا ما يوقع الإنسان في أخطاء كبيرة. إذا لم تستعمل العقل الذي أمرك الله به فأنت مذموم في القرآن الكريم وفي السنة وفي تراثنا الإسلامي. يعني أكثر من 1000 آية في القرآن الكريم تطلب من الإنسان أن يعمل العقل الصريح. أفلا يتفكرون، يعقلون، يعلمون، يتدبرون، يتذكرون إلى آخره. فذكر. إذن العقل، تنبيه للعقل دائما أن يعمل هذا العقل الذي يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى. فتخيل إذا كانت أمامك وقائع مختلفة وأنت لا تعمل عقلك ووقعت في الخطأ، أنت مسؤول عن تعطيل عقلك في هذا الوقت. يعني مثلا
إذا كانت معك مثلا ماكينة تعد النقود وتستطيع أن تفرز النقود الصحيحة من النقود المزيفة، ومعك قائمة من الدولة تقول لك هذه النقود المرقمة أو تبدأ برقم 70,000 هذه مزورة فاحذروها، تنبيل كل الناس. فمعك الورقة ومعك الآلة، وبعت شيئا غاليا جدا بملايين وأخذت النقود واستلمتها دون أن تضعها على الماكينة ودون أن تقرأ الورقة. إذن الخطأ ممن؟ فأنت فعلت في نفسك ما لم يفعله أحمد. فكذلك الورقة مثل الوحي الذي جاء يرشدك، والعقل موجود عندك، اهتدي بهذه الورقة واستعين بها، يتنير لك الطريق، وعقلك يعمل مع الواقع الذي تعيشه، يستطيع يفرز هذا من هذا، يعرف الحقيقة من الباطل أو من الزور أو من الزيف وما إلى ذلك في مثل هذه الواقعة. إذن الوحي يضيء لك الطريق، الوحي يرشدك، لكن العقل هو الآلة التي تعرف بها الحقائق. فإذا عطلتها أو إذا عطلها غيرك فهو ضامن عندنا في الشريعة الإسلامية وفي القوانين، لا يوجد فرق في هذا، من يعتدي على عقل إنسان. طيب، هل هناك حزمة قوانين تطلب منك أن تحافظ على هذا العقل أنت نفسك؟ القوانين عندنا كثيرة طلبت منك أن تحافظ على هذا العقل، طلبت منك ليس تحافظ فقط بل تنميه دائما وتطوره بالعلم، وطلب العلم فرض وطلب العلم جهاد، تنمي هذا العقل وتغذيه دائما بالعلم. والأمة الإسلامية لم ولن تنهض إلا بالعلم تماما، مهما فعلنا لا تنهض بالافتخار بالتاريخ أو بكذا أو بالآباء أو بالجدود أو ما إلى ذلك، ولكن علينا أن نتسلح بالعلم في هذا العالم المتقدم المتحضر الذي تخلفنا عنه كثيرا بسبب تعطيل آلة العقل للأسف. فيعني تخيلوا أن القرآن الكريم توعد، يعني طبعا وضع عقوبات لمن يشرب الخمر، لمن يعطل العقل لأنه شرب الخمر حتى يعني في ظنه الخاطئ، في ظنه أنه يستريح من مشاكله، ابنه مريض أو البيت يحتاج إلى نقود أو كذا. طب هو بعد أن يفيق من السكر وما إلى ذلك بعد يوم، هل سيجد المشكلة ذهبت أم أصبحت أكبر؟ أصبحت أكبر، ممكن الولد مرضه قد زاد. إذن هو هنا أخطأ، لماذا؟ لأنه عطل الآلة التي كانت ستساعد في حل المشكلة. هو أحمق، كان يجب أن يتركها لأنها ستساعده في حل المشكلة، لكنه للأسف عطلها، فهنا له عقوبة في الإسلام، فهو آثم ومرتكب لكبيرة، وكلنا نعرف حكم من يشرب الخمر ومن يسكر وما إلى ذلك. طيب، تعطيل العقل، بعض الناس تكلمه يقول لك أنا كده ما بفهمش، مش عايز أفهم، هو يعطل عقله تماما، لا يريد يعرف الحقائق، لا يريد. هذه مشكلة كبيرة عندنا في الإسلام، هذه من المشاكل التي ذكر القرآن الكريم عقوبة صريحة لها، وهي نار جهنم والعياذ بالله صراحة. من يعطل عقله عن التفكير وعن الفهم، كما قال العقاد التفكير فريضة الله أمر به، كما قلت لحضراتكم حوالي 1000 آية، 1000 آية. فالقرآن الكريم يقولها صراحة هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يريد يفهم، عطل الآلة تماما. احنا تعودنا على كده، مش هعمل غير كده،
الحقيقة أمام عينيه ولا يريد يفهم تماما. هذه مشكلة، كأنه يتكبر على الحقيقة، كأنه يتكبر على الحق، هذه مشكلة. والكبر بطر الحق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، إلى آخر، إلى أن قال في آخر الآية أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم، وأن يرزقنا الفهم، وأن يرزقنا العمل بما نعلم وبما نفهم، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نعمل، وأن يرزقنا القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا سيادة العميد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيادة العميد أستاذ الدكتور عطا الصنباطي، وفتح الله عليك وزادك علما ونورا وأدبا وتوثيقا. الإمام الغزالي له مقولة بمناسبة العقل والشرع، يقول: العقل نور من الداخل، والشرع نور من الخارج، يعني نور داخلي ونور خارجي، كالعين مع الضياء. بيقول إن العقل والشرع كالعين مع الضياء، إذا وجد الضياء بدون عين لا يرى، وإذا وجدت العين بدون الضياء لا ترى، فكأن العقل لازم لإدراك الشرع، وهو أساس التكليف. العقل هو أساس التكليف، والإنسان إذا فقد عقله يكون كالجماد بل كالحيوان الأصم. فالعقل هو تكريم من الله عز وجل للإنسان، وهو وسيلة تحمل المسؤولية، حمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. كذلك أيضا العقل هو شرط لأداء التكاليف والعبادات، فالإنسان الذي لا عقل له لا تجب عليه عبادة ولا تجب عليه طاعة، لأنه مش مكلف أصلا، لأنه ليس من عداد المكلفين. والذي يغيب عقله ويضيعه بالمغيبات والمخدرات وغيرها من الأمور التي تتلف العقل هو إنسان يضيع عبوديته لله عز وجل، لأن العقل هو الذي يقربك من الله تبارك وتعالى. فإذا عبث إنسان في عقله وغيبه فكأنه قد وضع نفسه في موضع سخيف، حيث منع نفسه من شرف العبودية لله عز وجل، حرم نفسه من أن يكون عبد الله، لأن عبوديتك لله بالعقل، أنت تتلقى التكليف عن الله بالعقل. وبالتالي إذا أفقدت عقلك كأنك أفقدت نفسك شرف الأخذ عن الله والتعبد له. ولذلك كان العقل من المصالح الكثيرة والمهمة. شكر الله الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي هذا البيان الضافي والكلام الهادي العقلي المرتب والمنطقي والمتناسق مع بعضه كما تتناسق الورود الجميلة مع بعضها. بقي من هذه المقاصد حفظ العرض، ويبدو أن حفظ العرض من نصيبي أنا، لأن العرض يعتبر من كليات الشريعة، وكلمة العرض دي غبت يمكن سنة أبحث في معنى كلمة العرض. معنى كلمة العرض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قعدت أبحث عن كلمة العرض، ما معنى كلمة العرض؟ لم أجد تعريفا محددا لمعنى العرض عند أي فقيه من الفقهاء، وربما كانت هذه معلومة من المعلومات التي أقولها لأول مرة، وهي موجودة في أحد كتبي. العرض كلمة ليس لها معنى محدد، ولكنها تطلق في الأغلب الأعم على مواطن الشرف في الإنسان. يعني لما تقول عرض إنسان ده خطف عرضه، يعني لوث شرفه. تلويث الشرف من جهتين: الجهة الأولى أن يعتدي الإنسان على محل يعتبر موطن شرف للإنسان، كأن يعتدي على ابنته، كأن يعتدي على زوجته، كأن يعتدي على أخته، كأن يعتدي على قريبة له، فهو بهذا الاعتداء اعتدى على عرض هذا الشخص.
والأمر الثاني العرض وهو السمعة التي يتسامع بها الناس عن الإنسان، فالإنسان لا يمكن أن يحيا في الحياة بدون سمعة طيبة، وأنت إذا فقدت سمعتك الطيبة فقدت حياتك وفقدت مالك وفقدت كرامتك. تصور أن تاجرا من التجار الذين تروج تجارته أطلق عليه إنسان أشاعة وقال إنه يغش في السلع وأنه يقدم للناس لحما ليس لحما حلالا أو غير ذلك من الإشاعات أو العبارات التي تطلق على الناس، ماذا سيحصل؟ سينذر هذا الرجل من أقدار الناس وسينظرون إليه نظرة احتقار وازدراء، لأنه سيعامل كغشاش، وليس ذلك فقط ولكنه سيخسر المال، لأن الذين أقبلوا على الشراء منه وعلى التعامل معه لأمانته لن يقبلوا عليه، وبالتالي يبقى خسر سمعته وخسر المال الذي يمكن أن يحصله من جراء السمعة الطيبة التي يركن الناس إليها للتعامل مع الإنسان. وكثيرا ما يتأثر ما يؤدي العرض إلى القتل، لأن أمر العرض أمر خطير جدا جدا من الأمور الخطيرة التي لا يمكن أن يعيش بها الإنسان أو أن يعيش الإنسان بدونها، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرينا للنفس، إن دماءكم وأعراضكم. فزي العرض ما بيفقد الكرامة، والحياة بدون كرامة لا معنى لها، لأن الكرامة رداء ألبسه الله للإنسان أيا كان هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم بوصف كونه بني آدم. فيأتي كلمة العرض لتكون موئلا لكل هذه المعاني الشريفة في حياة الناس، التي تعادل النفس وتعادل المال وتعادل الكرامة وتعادل الشرف، وتكون هذه المصلحة من المصالح المحفوظة في شرع الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى لا يبيح الاعتداء على مكون ينتسب للإنسان ويكون عرضا له كإحدى قريباته أو المحرمات عليه، وكذلك أيضا يمنع الدين أن يعتدى على سمعة الإنسان بتشويهها وبإشاعة الفحش في الذين آمنوا وبإطلاق الشائعات وغير ذلك مما نرى صورا كثيرة منه في بيننا الآن وبين كثير من الناس في مختلف أنحاء العالم. هذا الأمر لا يرضاه الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يريد للمجتمع أن تكون صورته جميلة، ولا يريد أن ينتشر الفحش في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وبالتالي كما أن الذين يسمعون الفحش إذا سمعوا فحشا عن إنسان هناك ضعاف النفوس، يقولون إذا كان فلانا هذا المشهور أو المعروف أو كذا قد اشتهر عنه أنه قد عمل شيئا من الحرام الذي ينال من العرض، فما بالنا فلنقلد. ويعني كثير من المنحرفين يأتي مصدر انحرافهم من قراءة سيرة إنسان انحرف فيقلدونه، وتقليد الإنسان في أمور الشر ميسور لأن الهدم سهل، وبالتالي لما يسمعوا سمعة سيئة عن أحد فإن ذلك يؤثر على سلوكهم، وقد يكون ذلك مدعاة لانتشار الفحش وزيوع مثل هذه الأمور القبيحة بين الناس. العرض الكلام فيه كثير جدا جدا، لا أريد أن أتكلم عن العقوبات التي وضعها الله عز وجل لحماية الأعراض، فإن العقاب آخر شيء يأتي في التشريع الإسلامي. الله عز وجل لا يتعجل قطع رقاب الناس ولا يتعجل أذاهم ولا يتلصص عليهم حتى يعاقبهم، ويخطئ من يظن أن العقاب سيف مسلط دائما في شرع الله عز وجل، لأن الله قبل أن يحرم الأمر سد الطريق إليه، قبل أن يحرم الله الأمر ويقع الإنسان في المعصية الله تبارك وتعالى شرع له من الوسائل ومن السبل ما يصرفه عن الحلال. فإذا كان الوقوع في العرض حراما فإن الله عز وجل قد يسر طريق الوصول إلى هذا الحلال بالطريق المشروع، يسر أمر النكاح وطلب من الناس أن ييسروه وأن يختاروا لبناتهم ولأبنائهم الزوجة أو الزوج الصالح الحسن، وألا يغلوا في المهور وألا يكلفوا أنفسهم فوق طاقتهم حتى يستطيع الشباب أن يعف وحتى يستطيع الناس أن يعيشوا عيشة. ما من شيء حرم الله وحرمه الله عز وجل إلا وأوجد له بديلا حلالا من جنس هذا الأمر. ولكن أنا لا أريد أن أتكلم في هذه البدائل لأنها مما يتسع الكلام له وقد تستغرق مجلدات، ولكنني أريد أن أركز على أمرين في غاية الأهمية.
الأمر الأول من هذه الأمور أن العرض يتعلق بمقصود الله من خلق الإنسان. مقصود الله من خلق الإنسان أن يحفظ الناس أعراضهم، لأن حفظ الأعراض بيترتب عليه أن العرض هو موطن النسل من الإنسان، التناسل. والله عز وجل عندما خلق الإنسان قرن به مسألة الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكأن مقصود الله من خلق الإنسان أن يأتي خلف من سلف، وفضل الخلف وفضل السلف على الخلف من الأمور المقصودة في دين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصاحب الفضل عليك هو الذي سبقك لأنه قدم إليك ما أنجزه. والله عز وجل يريد لهذه الأجيال أن تتعاقب، فيحمل الخلف عن السلف ما حصلوه من المال بالميراث وما تعلموه من الخير وما أنجزوه في حياتهم من الحضارة ليرثوا هذا الإرث ثم ينقلوه إلى غيرهم. وبالتالي الله عز وجل كان يعلم أزلا أن النبوة ستختم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقدر ذلك، وأن القرآن الكريم هو آخر كتاب ينزل من السماء. تم مبادئ القرآن الكريم لو اقتصرت على الجيل الأول ولم تنتقل إلى من يليه من الأجيال، لابد أن ينتقل هذا الأمر إلى الخلف، والسلف هم الذين ينقلون هذا العلم وهذا التراث إلى الخلف. فكأن تعاقب الأجيال اللي احنا بنسميها النهارده التنمية المستدامة أو حق الأجيال في الحياة القادمة، هذا أمر قرره الإسلام، إن من حق الخلف أن يجدوا في سلفهم القدوة الحسنة، وأن يتركوا لهم ما يعيشون به عيشة كريمة، وأن يعلموهم علم الدين. لولا هذه المسألة ما كان هناك خير ينتشر، وما تعلمنا من أساتذتنا وأساتذتنا تعلموا من أساتذتهم، حتى يصل الأمر إلى تابع التابعين ثم التابعين ثم الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الله تبارك وتعالى. كأن هذه السلسلة تأتي من الاستخلاف، أي الأجيال التي تأتي من أجيال، فينقل الجيل اللاحق من الجيل السابق ما حصله من الخير في المال وفي العلم وفي الدين وفي الدنيا، وبالتالي تستمر الرسالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كأن مسألة النسل من الأمور التي يتوقف عليها نشر الدين عبر الأجيال إلى يوم الدين إلى يوم القيامة، لأنه لن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولن ينزل كتاب بعد القرآن الكريم. والطريق الأوحد هو هذا الطريق، طريق الاستخلاف. ولذلك كانت مسؤولية الوالد نحو ولده مقررة في شرع الله عز وجل بنصوص واضحة محكمة. وكذلك أمر أيضا كان من حق السلف على الخلف أن يحترموهم وأن يقدروهم وأن يجلوهم. وأنت إذا وجدت نحلة أو بدعة يحتقر الأبناء فيها الآباء أو يحقق فيها الخلف ما أنجزه السلف، اعلم أن شيئا خطأ في هذه المسيرة. الخلف لابد أن يكرم سلفه، وفضل السابق على اللاحق ثابت بشرع الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر ذلك حين قال وضع الأخيارية بتتابع الأجيال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن كل لاحق أخذ عن عن سابق. هذه المسألة يجب أن نعيها فيما يتعلق بهذا الأمر. ولذلك في أمور النسل الله تبارك وتعالى ربط بين السلف والخلف بأمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول هو داعي الشرع، وداعي الشرع هي تلك الآيات القرآنية التي تحث الآباء وتحث الأساتذة وتحث المربين على أن يهتموا بالأجيال القادمة. فالسابقون يجب أن يهتموا باللاحقين، وأن لا ينظروا إليهم على أنهم فضلة من الخلق لا يستحقون اهتماما ولا يستحقون رعاية، بل يجب عليهم أن يهتموا بهم كاهتمامهم بأنفسهم، لأنه ليس من خلق الإسلام أن يعيش الجيل الحاضر على كل شيء ثم يترك الأجيال القادمة أو يترك الإنسان وأبناءه بدون مأوى وبدون كرامة يتعيشون عليها ويلجؤون إليها عند النوازل. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى الإنسان أن يحترم ورثته وأن يتركهم أغنياء وأن يعمل لهم، أما أن يعيش ويستهلك كل شيء فذلك ليس من شرع الله تبارك وتعالى،
وليس من الأمور التي يقرها الإسلام. يبقى الأول نصوص الشرع التي تؤكد الصلة بين الجيلين وتدعو الجيل اللاحق أن يحترم الجيل السابق، كما تدعو الجيل السابق أن يؤدي حقوق الجيل اللاحق. ليس ذلك فقط، ولكن الله تبارك وتعالى حصل هذا الأمر بأمر آخر يقول عنه الفقهاء إنه داعي الطبع. وداعي الطبع هو ذلك الحب الذي وضعه الله في قلوب الآباء للأبناء، فأنت ترى الأب شغوف بحب ولده، حتى قال الشاعر: أبناؤنا أكبادنا أو فلذات أكبادنا تمشي على الأرض. كلنا يعلم ذلك لأنه لا يوصف. الإنسان يتذوق حب ولده بفطرة الله التي فطرها فيه، ولذلك بمقتضى هذا الحب الله عز وجل يجعل الإنسان مدفوعا بطبعه بحبه بذاته، إلى أن يخرج اللقمة من فيه ويضعها في فم ولده، إلى أن يوفر الجنيه وأن يوفر المبلغ ليعطيه لولده بدافع الحب، وليس بداعي الأمر وبداعي التكليف. وهذا أدعى لاحترام أوامر الله تبارك وتعالى في حقوق الأجيال، بل جعل هذا الحب حبا تداوليا. فالآباء يحبون أبناءهم، والأبناء يحبون أبناءهم، وأبناء الأبناء يحبون أبناءهم، وهكذا يظل الحب سباقا في حياة الأجيال حتى يستمر أداء الأمانة وحتى يستمر حمل الدين على نحو كامل. ومن ثم كان حفظ النسل من الأمور ومن المقاصد الأساسية في دين الله، حتى ينتقل الدين عبر الأجيال، وحتى يعيش الناس في حب ووئام وسلام. وذلك دليل على تكامل شرع الله تبارك وتعالى، وأنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يرشدنا إلى الصواب، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلدنا، وأن يحفظ رئيسنا، وأن يحفظ حكومتنا، وأن يحفظ جيشنا، وأن يحفظ أمننا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الدنيا كلها يا رب العالمين. كما أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفق معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة لما يحب ويرضى. ويكفي أن نشير إلى بعض من الأمور التي استجدت في هذا العصر، منها مجالس الإفتاء ومجالس الفقه الذي نعيش واحدا منها الآن، ومجالس العلم ومجالس الابتهال ومجالس الإقراء لكتب الفقه في كثير من مساجد الجمهورية على الكتب القديمة، وتجديد التناول في فقه الدين والكتب والمؤتمرات والمطبوعات ومجالس كبار القراء ومسابقات الثقافة، نشاط متدفق في وزارة الأوقاف ترقى به لأن تكون رائدة للعمل الدعوي والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس في مصر وحدها وإنما في سائر بلاد المسلمين. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يحفظنا من كل مكروه. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام، والحمد لله رب العالمين.